كسفت كسفة بنت لذينة والله العظيم كانت دخلة. ايه اللي انت بتعملي ده؟ عايزك بقى تجهزي عشان انا اجيب لك كذا كورة. يلا خلص بس. الحباب كلهم وصلوا. يلا بس. انا بتحداكم كلكم دلوقتي اللي يركب دي من هنا لحد هناك وينزل هناك هديله 10000 جنيه. هعملها والله يا جدعان. دبشة واقعة في ترعة. الاتنين قاعدين جنب بعض يا جماعة ولابسين فساتين بقى وايه وغريالين وخربين الدنيا. ايه انا تخيلوا بقى ايلين ما كانتش طلعت ايلين وكانت بقت سليم زي ما احنا كنا فاكرين، كان هيبقى ايه الوقت رد فعل محمد وهو سليم جنب كارمن وقاعد بيحضر ويبوس فيها. يا عم يلا يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحده ثانيه غير بنته في المكان ده، ده بيحلم وهو قاعد على قاعد طب جبت كده معلش يا لمبي 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 بالظبط ايه تاخري شويه مرجحونا سوا مرجحونا. هي المرجحه بتعمل صوت ولا انا بيتهيألي؟ لا لا قوم قوم هتقع المرجحه هتقع. طب انا اقول لك انت يلا عشان السجق قرب يخلص. اعمل لكم بقى شويه سجق مشوحه لكم عجب. وبعدين انا السجق بتاعي اسمه سجق الروش. محمد محمود يا جماعه عشان بصدق ما تعدى علينا واحد واحد اديني سندوتش ولا تسلم ايدك يا بسام. احنا كمان رايحين نصرحه. تسلم ايدك يا بسام. اموت لو انت بعدت عني اهد كنت وانت جنبي وانت بحبني الدنيا وردي مش محتاج للناس ما تبكي جوا قلبي. ده صوتك ده يا ابني انت بتصرخ عليا. فاكر كل ذكرى بينكم فاكر اول مره فيها انتوا اتقابلتم. عشان انا كنت عايز اعمل صوت الموسيقى. معنى كلامك ان انت بتعرف تعمل بيت بوكس؟ اه اديك بيت بوكس تعالى. لا احنا قررنا ان احنا نعلم ماما السواقه. هي ماما اول مره اصلا تقعد قدام دريكسيون. اول حاجه يا ماما لازم تدوري العربيه. رقم 2 البنزين على اليمين الفرامل على الشمال. حسنا انطلق بها. انا بقول لكم والله يا جماعه احمد ابني بري بامه وابوه قوي قوي واهله قوي 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 ربنا يخليه ويبارك فيه ويخلي له ايلين يا رب. محبوب محبوب وبر وبر بردي يعني بيحب والديه قوي وبيعمل احلى وجايب في بلده مع الكبير والصغير. نقول لهم في اخر الفيديو ايه؟ سلام.